افضل تشكيله لعبت بيها لحد دلوقتي في لعبه فيفا، تشكيله متوازنه جدا من حيث الدفاع او الهجوم. اهم المراكز في التشكيله دي الوسط اليمين والوسط الشمال، يعني هيبقى معاك زياده عدديه في الهجمه المرتده. المكان اللي بيتواجد فيه توريس ده اخطر مكان في التشكيله دي، لان توريس هنا مش مجرد مهاجم وبس، ده بيصنع وبيدافع وبيسجل كمان. ويا سلام بقى لو معاك سترايكر قدام زي الظاهره، يعني هتكسب الماتش من قبل ما تلعب. نيجي بقى نجرب التشكيله على ارض الواقع في الهيد تو هيد. وبتيجي اول حاجه تشكيله الخصم، تشكيله كويسه ولكن مش اللي نخاف منها. يجي بعد كده تشكيلتنا المتواضعه، وده توزيع اللعيبه في الملعب زي ما انتم شايفين. يبتدي الماتش ولسه بقول يا هادي، يروح الخصم باعت عرضيه لبيلوتي عشان يسجل اول الاهداف في اول الدقايق. نسيت اقول لك ان انا بفضل انك تعمل التكتيك بتاعك على الدفاع، وده مش معناه انك هتدافع، ده بكل بساطه انك هتلعب على الهجمه المرتده، والدفاع بتاعك هيبقى ثابت ومش هيعمل اي زياده هجوميه غير الباكات بس، جربها وداي. نرجع بقى للماتش بتاعنا، وهنا كرة خطيرة مع فودن اللي يتوغل بين المدافعين ويبعت واحدة لولبية على مندي، ولكن ده مندي يا جدعان، مندي اللي على طول مطلع عيني، ولكن يجي بعدها على طول كرة بقيادة الظاهرة اللي يبعتها المندي ويمس عليه. آخر 5 دقايق في الشوط الأول، وهنا الخصم دور في دفاتره القديمة وافتكر العرضيات وبعت عرضية تانية، ولكن ربك سطر وعدت بسلام. نيجي بقى في الشوط التاني، وكرة عالية في نص الملعب توصل للوك شو اللي يستلمها بكل برود ويوصلها لتوريس، عشان توريس يحط رونالدو هيد تو هيد هو ومندي، وقدام الظاهرة تسقط انت وتاريخك يا مندي. نيجي بعد كده في الدقيقة 70، ونفس كرة فودن في الشوط الاول، ولكن اوناي سيمون ينقذ الموقف، ولكن بقى هنا توريس كان له رأي تاني خالص، ويعمل باص غلط عشان توصل للخصم اللي يستغل الفرصة ويسجل هدف التعادل. اخر 5 دقايق في الماتش، وشوف هنا بقى فودن المقاتل اللي يفسد الهجمة المرتدة على الخصم، عشان تتحول الكرة بعد كده المرتدة لينا بقيادة توريس اللي يجمع الكرة في الشبكة ويسجل الهدف الثالث ويخلص الماتش. عايزكم بقى تجربوا التشكيلة دي وتقولوا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.